كفارة ال الخطأ القتل القتل ايه تمام. سؤال آخر تكفي ولا لازم تصير 60 يوم كفي صيام 60 يوم؟ نجيبك إن شاء الله. سؤال آخر. وعندي حالة ثانية، عندي صديقي دار حادث توفى في زوج، توفى معايا اثنين، واحد توفى نفس اليوم وواحد توفى بعد 18 يوم. هو كان يقود السيارة ولا ايش؟ ايه هو كان يقود السيارة. طيب ما هل يتم 60 يوم تكفي ولا لازم تتم على كل رقبة 60 يوم؟ طيب سؤال آخر. شكرا بارك الله فيك. شكرا فيك. طيب مكالمة ثانية، من معنا؟ صالح. ألو مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بالأخ صالح. أهلا وسهلا بك، تفضل يا أخ صالح. لا يا فضيلة الشيخ، أنا عندي قصة بسيطة. تفضل. أنا عندي مهندس كمبيوتر، ف نتعامل مع ناس عن طريق الإنترنت، فتعرفت على واحد مسيحي من الأرثوذكس، فدعيت الإسلام فأسلم. طيب. وأسلم بعد يعني أمه وأخته وباقي العائلة. بارك الله فيك. عنده والدة طبعا طلق أمه ورحل عليها. طيب. وأسك المسيحية. فنبي لو في حديث معين عن يعني جزاء هنا أو شيء زي هذا. نعم. والحاجة الثانية طبعا أنا عندي مشكلة اللي هي نقطة في الطلع. فلو في طريقة يعني شيء أنا زي ما تقول ما نبيش الشيء هذا يصير معي. كيف يعني كيف تحافظ على الصلاة؟ أنت مرة تصلي مرة تقطع. هذا هو. إن شاء الله حاضر. بارك الله فيك. شكرا يا صالح. الفقهاء أنت ذكرت أنهم هم بما يقسمون الأبواب الفقه للتسهيل وصول المسائل للعبادات في محض التعبد، وسموا هذا القسم بالعبادات لأن الحق في لله، الحق فيها لله وحده. نعم. لا حق فيها للعبد. نعم. فالإنسان عندما يصلي صلاته لا حق فيها لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. حتى لو أشرك مع غير الله شيئا في 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 الصلاة تكون الصلاة مردودة عليه باطلة ويدخل في باب الرياء. نعم. لكن باقي أبواب الفقه الأخرى الحق فيها قد يكون فيها للعبد خالص، مثل البيع والشراء والتجارة والإجارة بين أكثر من واحد. بين يعني. أكثر من واحد. نعم. وقد يكون الحق فيها مشترك، مثل أبواب الجنايات فيها حق لله سبحانه وتعالى والحدود، وفيها حق للإنسان. لكن الأبواب الصلاة والصيام والزكاة والحج والكفارات والأيمان والجهاد هذه الحق فيها لله خالص، ولذلك سميت أبواب العبادات، هذا هو السبب. لكن لا يعني هذا أن غير هذه الأبواب وغير ما يتعلق بحياة الإنسان غير الصلاة والصيام والزكاة إلى آخره لا يسمى عبادة، بل كما يأتي في تعريف العبادة بمعناها الشامل أن العبادة تشمل كل ما يتعلق بحياة الإنسان ويقوم به لصالح معاشه ومعاده، لصالح نفسه ولصالح غيره. نعم جزاكم الله خير. شيخنا ولو نجيب على الأسئلة. نعم. باب لطف الأجواء كما يقولوا. شيخنا صلاة القصر، هذا مسافر ويقتدي بيجي مثلا طرابلس أو أي منطقة ويقتدي بمقيم، فهو يسأل هل هو يعني يجلس حتى يسلم الإمام من أربع هو اثنين، أو يصلي مثل ما يصلي الإمام صلاة المسافر؟ الصحيح أنه يجب عليه أن يتم مع الإمام، يخالف سنته وسنة القصر ويتحصل على سنة الجماعة. لأن المسافر هو بين أمرين، إما أن يتحصل على سنة القصر ويصلي ركعتين وحده خارج المسجد أو يصلي وتفوته صلاة الجماعة أو سنة الجماعة، وإما أن يصلي مع الجماعة فيتحصل على سنة الجماعة وتفوته سنة القصر. ولكن لا يجوز له أن يبقى جالسا وإمامه يتمم الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تختلفوا على إمامكم. نعم. ما جعل الإمام ليؤتم به. ليؤتم به. جزاكم الله خير. أخ رضا، شيخنا حادث مرور، هو نبدأ بالأخ رضا وبعدين صديقة، يسأل عن كفارة قتل الخطأ. كفارة قتل الخطأ، كل نفس تقتل خطأ تجب فيها الكفارة صيام شهرين متتابعين. هو يسأل يقول كيف أصوم الشهرين؟ أقول إن صامهما بالهلال بدأ من أول الشهر، مثلا من أول شهر ذي القعدة أو من أول شهر رجب أو كذا، فعليه أن يتمم شهرين بالهلال ويكفيانه، سواء صامهما 30
أوصامهما 29 يعني أحيانا الشهر 29 لأن الشهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون هكذا وهكذا يكون 29 ويكون 30 لكن إذا لم يبدأ بالهلال فيجب عليه أن يصوم 60 يوما وإذا صام شهرا بالهلال يكفيه سواء كان 30 أو 29 ويصوم الشهر الثاني 30 يجمع يعني يكمله كسرا فيصوم 30 يعني لو صام شهر هلاليا وكان 29 هذا يطلق عليه شهر يعني يسمى شهرا نعم. تمام جزاكم الله خير. أيضا صديقة قلت كان يقود السيارة و توفي اثنان معه هل الكفارة على واحد لما يكفر يصوم على الكفارتين ولا واحد جمهور العلم أنه تجب عليه كفارتان كما أنه تجب لكل نفس دية تجب لكل نفس كفارة فكفارة الخطأ تتعدد بتعدد المقتولين يعني يصوم شهرين شهرين ستين لكل نفس نفس وستين أخرى للنفس الأخرى طيب الأخ صالح شيخنا يسأل هو قال جزاه الله خير يعني دعا أحد النصارى على بالإنترنت ولا اهتمامات بالإنترنت فهو يقول دخل الإسلام هذا الأرثوذكسي الحمد لله وفيسأل ما جزائي عند الله سبحانه وتعالى من هذا العمل يعني في من يعمل هذا العمل الله عز وجل يعطيه أجرا عظيما وفضلا كبيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حمر النعم يعني هذا كان أغلى شيء تملكه العرب يعني الإبل الحمر فهذه أحسن عندهم المرسيدس وأحسن منهم من وسائل الاتصال كلها فهذا أغلى شيء أحسن من الدنيا وما فيها أحسن من الدنيا وما فيها فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من دعا إلى خير كما ورد في حديث آخر ودعا إلى هدي أو إلى هدى فله أجر يعني مثل من عمل بعمله ولا ينقص ذلك من أجل العامل لآخر شيئا هنيئا له فمن دعا إنسان إلى خير وإلى هدى وإلى صلاح فسمع كلامه واقتدى به وفعل فعله حتى ولو كان أقل من ذلك حتى ولو كان أقل من الانتقال من الكفر الإسلام حتى مسلم عاصي مقصر حتى مسلم عاصي أرشدته إلى كلمة طيبة أو إلى إنفاق في سبيل الله أو إلى عمل معروف فعمل بقولك فهذا يعد فيه أجر عظيم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك وأفضل من أن تتصدق بالإبل المثقلة لحمر النعم جزاكم الله خير معنا اتصال نعم ألو من معي السلام عليكم عليكم السلام عبد الله علي بو عائشة معك دكتور علي هذا دكتور يا مرحبا علي بو عائشة البوعيشي أي يا مرحبتين بك يا أخ علي دكتور طيب إن شاء الله الله يسلمك ويحفظك معنا الشيخ الدكتور الصادق الغرياني تفضل سؤالك سؤال الحكم يا شيخ الحكم الاشتراك في الأضحية حكم الاشتراك في الأضحية الاشتراك في الأضحية في الأضحية طيب وماذا أيضا هل تسمى أضحية يعني واضح سؤالك سؤال آخر الله يفتح عليك بارك الله فيك شيخ بارك الله فيك مكالمة أخرى من معنا ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أخبار الدكتور أسامة مرحبتين من معنا أحمد البنوني معك أهلا بالأخ أحمد الله يسلمك بارك فيك سلمنا على الدكتور صادق معنا الشيخ الدكتور عليك السلام عليك السلام نعم دكتور صادق مرحبا بك أهلا وسهلا نشهد الله أني نحبك أحبك الله بارك الله فيك جزاك الله خير تفضل يا أخ أحمد سؤالك انقطع الاتصال ناخذ فاصل الآن طيب فاصل أي لغة المشاهدون فاصل ثم نعود موسيقى